الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن أو الـ AAC واحدة من أهم أساليب البناء الحديث. أنتجت لأول مرة في السويد عام 1923 وحققت نجاحاً في مستوى الصناعة في عام 1929، حيث امتد إنتاجها إلى أكثر من 40 دولة في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط. تعتبر هذه التقنية منتج إسمنتي يعتمد على هيدرات سيليكات الكالسيوم، ولتحقيق الكثافة المناسبة تضاف مادة للتمدد مسحوق الألمنيوم، كما تحتوي على الإسمنت والحجر الجيري والرمال والمياه. تخلط المواد وتعالج، ثم تشكل وتقطع في قوالب حسب استخدامها. بعد ذلك يتم معالجتها حرارياً في أفران خاصة لمدة تصل إلى 15 ساعة، ثم تخرج لتصبح جاهزة لاستعمالها في المباني. للخرسانة خفيفة الوزن عدة استخدامات، ومنها طوب البناء، للألواح الفاصلة، للألواح على هياكل الصلب، الأسوار، وحتى أنظمة الحوائط الكاملة. وتمتاز بكفاءتها في عزل الحرارة والصوت ومقاومتها للحرائق. القوة والتحمل مع خفة وزنها. آمنة وصديقة للبيئة، غير سامة وغير قابلة للانبعاثات الإشعاعية. والأهم أنها تجمع بين سرعة البناء، الكفاءة الاقتصادية، وتحقق معايير الجودة. تقنية الخرسانة الخلوية خفيفة الوزن أصبحت مؤخراً مستخدمة ضمن مشاريع البناء في المملكة، سواء مصانع، مستشفيات، مجمعات سكنية، أبراج، مراكز تجارية، ومنشآت حكومية. نبني الوطن برؤية تسابق الزمن.